أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بالخير والمحبة، ونطل عليكم بحلقة جديدة من خلال شاشة وطن وبرنامج وطن سبورت. حلقتنا لهذا اليوم مختلفة بأحداثها بمتابعاتها، أمور كثيرة راح نتطرق بها من خلال حلقة اليوم. بداية أرحب بضيفي المتواجد وياي داخل الاستوديو الأستاذ الإعلامي حسن عيال. حياك الله أستاذ حسن وشرفتني بتواجدك. حياك الله زميلي نبيل، احييك واحيي كل جمهورك الكريم اللي يتابعنا عبر الشاشه الصغيره ومن خلال هذا البرنامج. تحياتي لك. ايضا راح ينضم لنا من دوله اوزبكستان الاستاذ رياض هادي المنفذ الاعلامي للمنتخب الاولمبي، لكن البدايه نروح لمجلس عزاء الراحل حيدر عبد الرزاق. عدسة وطن سبورت كانت متواجدة وأخذت بعض الحديث لمن كان متواجد في مجلس عزاء الراحل لهذا اليوم. نروح نتابع ونرجع. فقد طبعا القانون وقلة الاهتمام بوضع الأمني، يعني كثير من الرياضيين فقدناهم، وكذلك الوضع الصحي حتى بالمستشفى كان المفروض أنه يدخل عمليات تداخل جراحي، لكن خلال 4 أيام 5 ماكو أي اهتمام وأي رعاية من قبل المسؤولين بخصوص كابتن حيدر. أتأمل الله أنه يسكن في فسيح جناته وأهله وعائلته إن شاء الله. يعني إحنا كلاعبين ورياضيين حضرنا للمهتم، كنا حزن، واكيد احنا اخونا وصديقنا وعاشرناه اكثر من 15 سنه في الملاعب داخل الملعب وخارج الملعب. يا رب ان شاء الله يكون في جنات يا الله. يعني مع الاسف قيمنا واصحاب هذه القيم بدات تنفقد يعني في السنوات، ولا هي تخلينا في خطر محدق يعني بصراحه لكثير من فقد اللي هو يعني ماكو اي استحقاق للطبيب وللاستاذ وللرياضي، والتعامل معاه بابشع الصور، سواء كان من خلال بيئه المجتمع اللي احنا اصبحت يعني بيئه مستهلكه، بيئه يعني مستقطبه لكثير من الشوائب. يعني نسال من الله فقط الصبر والسلوان لذويه، يعني وبالوقت نفسه نطالب كافه الجهات ان شاء الله للحد من هذه التصرفات والاخذ باعتباره والاخذ بثاره، على الاقل يعني بصراحه من مثلا من تكثيف كافه الجهود الاستخباراتيه، على الاقل يعني 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 مثل ما نقول يثلجون ذويه بصراحه من خلال التعرف على القتله. وانا متاكد من خلال جهاتنا الجهات الامنيه ان شاء الله راح تاخذ حقه باسرع وقت والتعرف على قاتله. كابتن تشيع يوم امس تشيع كابتن حيدر ما يليق باسم حيدر عبد الرزاق، شاهدنا عدم حضور الرياضيين مسؤولين على الهرم الرياضي. شوف مرات هذه الاجراءات يعني يحتاج لها وقت طويل لترتيبها بصراحه، فكان يعني كنت اتامل بان يصير تنسيق يعني مع كافه الجهات يعني الجهات المسؤوله وذويه، بس احنا دا نتكلم بجانب احنا مرتاحين ودا نفكر بصوره مثلا بالطبيعيه، لكن اهل المصاب صعب يعني صعب. مثلا انت تعرف اجراءاتنا في الدوله من خلال انتقالك الى مدينه الطيب وتنسيق كافه الجهود، لكن يعني تعرف اليوم حضور الوسط الرياضي هاي رساله حقيقيه لقيمه حيدر عبد الرزاق، اللي هذا ابسط شيء بصراحه ابسط شيء، لكن هذا مو شيء يكفي. انا يعني عندي شيء الاكبر، يعني سواء اذا كان التشييع ما يليق يعني باسم حيدر عبد الرزاق، انا عندي شيء الاكبر واللي يهم واللي متاكد اللي يثلج قلوب والده واخوانه هو التعرف على قتلته باسرع وقت. كان وياكم مشاهدينا الكرام. ايضا عندنا بعض المتابعات يوم امس، حديث كثير على انا واحد من الاشخاص انه سالت ليش ما تواجد وزير الشباب والرياضه بتشييع الراحل، ليش ما سوينا تشييع رمزي لنجومنا لحيدر عبد الرزاق، ليش احنا ما نخلي
خطة، عندما نفقد شخص، عندما ينتكس شخص، عندما ينقل شخص رياضي، فنان، شخص خدم العراق إلى مستشفى، ليش ما نهتم به؟ فهاي كلها التساؤلات حثت. لكن سامر سعيد كان إلى اتصال معنا بالحلقة ووضح كثير من الأمور، ولكن الكابتن عدنان درجال أكد ما تحدث به سامر سعيد. نروح نتابع الكابتن عدنان درجال شنو تحدث به ونرجع. يمكن أكو صار يعني خطأ بالموضوع، ساعة بالأربعة وخمسين دقيقة صحيت بالخمسة وعشر دقائق شفت أكو تليفون من سامر، اتصلت بسامر فبلغني بالخبر شو وقت صار، قال لي بثنتين بالليل. ليش ما خبرتوني من شفتوا أنه حالته ساءت؟ لأن أنا قبلها أيام كنت في المستشفى وزرته وكنت أتكلم مع مدير المستشفى وأطمئن عليه من خلال مدير المستشفى، وحتى طلبت من مدير المستشفى أنه إذا أكو حاجة إلى نقلة لأي دولة فإحنا يعني على استعداد أنه رتب لأموره، وكانوا موجودين أهله، وطلبت من الجميع بناء على ما طلب مني الدكتور أنه زيارات ممنوعة والإنارة أيضا، وبالتالي طلبت من أهله أن ينفذون كل التعليمات الشسمة، وكانت هي خطورة الأمر هي 72 ساعة الأولى حقيقة. والدكتور كان يطمني أنه يعني المشكلة يعني صحيح أكو نزف بالدماغ، أيضا أكو ضربة قوية صايرة بالجمجمة، يعني فطر بالجمجمة، لكن ما كنت أشعر بخطورة الأمر بشكل كبير نتيجة الاطمئنان اللي صار، ولكن تعرف هي حالة يعني غير طبيعية صارت. على العموم ساعة بديت اتصالاتي، لأن هم قالوا ودوا إلى الطب العدلي، فبديت اتصالاتي، اتصلت بأخي الدكتور حسن التميمي وزير الصحة السابق، ساعة سبعة ونص تقريبا صار التواصل أيضا بيني وبينه، وقال لي أنه على الثمانية يبدي دوام الطب العدلي، وبعدها خلال نص ساعة ولا يعني ثلاثة أربع ساعة. فخبرت سامر ساعة سبعة ونص وتقريبا ثلاث دقائق أو أربع دقائق، خبرت أنه اللي راح يصير، وطلبت من عنده أنه من يطلعون من المستشفى يخبروني حتى أكون موجود في التشيع. ساعة تسعة إلا خمسة ولا عشرة طلعت من البيت ومتوجه إلى الحارثية، ولكن أتصل بسامر ما كراد، اتصلت بالأخي ضياء حسين ما كان كراد، اتصلت بمحمد ناصر أيضا ما كراد، اتصلت بطه حبيب حلاته لربما أنه يعلم أيضا، قال أنا ما عندي لأنه هو كان في واجب. اتصلنا بأحمد الموسوي، خليت المرافق مالتي يتكلم ويا أحمد الموسوي كان في البصرة، وخبر أنه يعني التشيع انتهى. فرجعت من نص الطريق رجعت الوزارة وما علم أنه يعني قالوا راحوا الأمور يعني راحوا، فبعدين عرفت أنه التشيع. فبالعكس يعني أنه إحنا كنا حريصين جدا أنه يعني نقيم له تشيع يليق بما قدم هذا النجم الكبير، ولكن أعتقد الظاهر أنه صارت فيها سرعة، وحتى الشباب الولد اللي كانوا يمه بالليل يعني ما توفى يمكن راحوا ورده ينامون، وبالتالي هذا اللي صار. فعلى العموم يعني أنا متأكد ما كان أكو واحد يعني يريد يقصر بهذا الجانب. أول شيء هذا جانب إنساني، وبعدين هم كل اللاعبين هم أخوهم يعني أخوهم. رجعنا ياكم مشاهدين الكرام. أيضا هذا ما تحدث به وزير الشباب والرياضة. الحديث راح يكون أكثر ومطول من خلال ضيوفي. أرحب بالزميل والأستاذ رياض هادي من أوزبكستان، حياك الله أستاذ رياض. تحياتي لحضرتك أخي نبيل، وتحياتي لضيفك الكريم الزميل حسن عيال ولجميع متابعي برنامجك. بس كل الصوت واضح لو تمام الصوت أستاذ رياض، الصوت تمام. أبقى وياكم لكن أروح لي الكابتن سمير كاظم، شنو اللي يتحدث به عن التشيع ونرجع نكمل محاور الحلقة. اللي أتأسف هو طريقة يعني فقدانه أو فراقه للحياة. الطريقة هي حقيقة بها إجرام وبها إجحاف وبها ظلم إلى كل نجوم الكرة العراقية، يعني لاعب منتخب عراق أسعد الناس ورسم البسمة على وجوه جميع العراقيين ب 2007، وكان من الشخصيات المحترمة واللي يتمتع بسلوك راقي جدا، أخلاق عالية، يعني يتعرض إلى هيجي مثلا هجمة أو هيجي احتداء من خمسة أو ستة مجهولين ما تعرف شنو السبب أمام الناس أمام الأنظار ساعة 11 بالليل،
وينام مستشفى وأربعة أيام أو خمسة أيام يبقى راقد بالمستشفى والحكومة ما تحرك ساكن ولا الجهات الحكومية، يعني حقيقة هذا اللي هو يحز بالنفس. فصراحة صعبة على العراقيين، صعبة على الرياضيين بالذات، لأن بنفس الوقت اليوم اللي يمر على المرحوم حيدر راح يمر علي وعلى جميع الرياضيين. هذا طبعا هو دليل انه عدم وجود القانون او احترام القانون، الدولة صراحة نائمة ما تحرك ساكن. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ونتمنى من الرياضيين تصير عندهم وقفة، انه يجب ان يرجع حق المرحوم حيدر. الباحة شاهدنا تشييع الكابتن حيدر مو من حق كابتن حيدر، تشيع لا شاهدنا بنجوم الرياضيين لا المعنيين عن الرياضة حقيقة. يعني خب هذا الكلام يمسني أني، هي رأسا صارت مثل يعني المسألة صارت بسرعة، التشيع صار بسرعة والخبر اجى بسرعة وبالليل، وما تعرف يعني يعني قيادة بالتشيع ما كان موجودة، كان كل من إله، ماكو مثلا تواصل بين اللاعبين المنتخب، ماكو واحد قال للشخص، ما نزل مثلا فد بيان فد اعلان بالتواصل الاجتماعي انه راح يكون تشيع كذا ساعه، بعكس الرياضيين واللاعبين القدماء الله يرحمهم. مثلا نذكر على سبيل المثال ناظم شاكر الله يرحمه، كان له إعلان وتشيع من نادي القوة الجوية والعالم إجت. يعني بوفاة المرحوم حيدر ما كانت بسرعة، يعني كان التشيع ما يليق باسم وتاريخ المرحوم حيدر عبد الرزاق. البعض يعتب على إدارة نادي الطلبة. والله شوف هاي المسائل، مسألة الأندية أنا ما لي دخل بها، أنا أحكي لك كشخصيا. يعني إحنا حقيقة يعني مقصرين، لكن مو بتعمد حقيقة، احنا مقصرين. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، ايضا اتحدث مع الضيف والاستاذ حسن عيال، حياك الله مرة الاخوة. نعزي انفسنا والوسط الرياضي والاعلامي بوفاة الكابتن حيدر عبد الرزاق. استاذ حسن، يوم امس تحدثت وياك جدا ممتعض، يعني حتى كانت انه المفروض يوم امس تكون معايا، لكن الحادث ما خلاك انه حتى تظهر. طريقة قتل حيدر عبد الرزاق وما حدث مع حيدر عبد الرزاق وممكن يحدث مع حسن ورياض وغيرنا من اللاعبين واعلاميين وغيرها، كيف نوقف هذا الامر؟ حيك مرة أخرى حياتي إليك زميلي نبيل، وحي الكابتن والأخ والزميل والصديق رياض هادي. أتمنى طبعا لمنتخبنا الأولمبي كل التوفيق يوم غد. وقبل ذلك لابد لنا أن نتحدث عن مصاب الجلل والحادث الأليم اللي ألم بكل الوسط الرياضي والوسط الإعلامي والجماهيري بفقدان أحد الأسماء المهمة للكرة العراقية، اللي طبعا خاض العديد من المناسبات والاستحقاقات وحقق إنجازات للكرة العراقية، الكابتن الراحل الفقيد الغالي حيدر عبد الرزاق، اللي نسأل الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الفردوس الأعلى وأن يلهم أهله وذويه وكل أصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان. حقيقة حادث أليم كان يمكن طبعا الأقدار حقيقة لابد أن تكون من الباري عز وجل، ولا رجعة عنها ولا رد لقضاء الله، لكن كنا نسأل اللطف وكنا نسأل الله عز وجل بدعواتنا أن يبقي الكابتن حيدر عبد الرزاق، لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. طبعا الحادثة أليمة وطريقة الفاجعة وموت الكابتن حيدر عبد الرزاق بهذه الطريقة حقيقة هي من زادت من ألمنا، زادت من امتعاضنا، زادت من حنقنا على الوضع العام. يعني مشاجرة بسيطة تودي بحياة نجم قضت على تاريخه وعلى مسيرته وعلى مستقبله، ويمكن يعني بهذا الفقدان تهدمت عائلة وأسرة. وبالتالي يعني هناك الكثير من ما يمكن أن نتحدث به عن هذه الحادثة الأليمة. أولاً
يعني حقيقة ليس ضعف الإجراءات الأمنية، ولكن نتحدث اليوم عن المجتمع العراقي وما ألم به من بعد 2003 حتى الآن، حتى أنه أصبحت حتى المشاجرات البسيطة يتم استخدام فيها الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء، ويعني عندما تسأل وتتعرف عن أسباب هذه المشاجرة واللي أودت بحياة هذا النجم أو هذا الرياضي أسباب تافهة، يعني لا ترقى إلى أن يفقد الإنسان روحه، هذه الروح العزيزة اللي الله عز وجل خلقها وجعل الإنسان خليفة الله في الأرض، أن يفقد الإنسان حياته بهذه الطريقة أعتقد يعني شيء مؤلم. وكما أخبرتك يعني قد يكون للكابتن حيدر عبد الرزاق الراحل الفقيد الغالي يعني النجومية تضعه الآن في دائرة الضوء، البرامج تحدثت عن طريقة وفاته والآلام اللي تعرض إلها نتيجة الإصابة البليغة، لكن اليوم المجتمع العراقي مثل هذه الحادثة عشرات بل مئات تحصل، ويمكن لعوائل بأكملها أن تفقد حياتها وأرواحها. أنا ما أقول دون مساءلة ودون حسيب أو رقيب، لكن الأسباب تافهة للموت. أسباب تافهة. أسباب نعم، الله عز وجل جعل للموت أسباب، لكن أيضا يعني ممكن أن تكون هناك يعني أسباب ما ممكن يعني الإنسان أن يرد القضاء. احيانا بالدعاء الله عز وجل يلطف حياه الناس وحياه. اكو تقصير بوفاه حيدر عبد الرزاق؟ والله احنا نترك كل شيء للقضاء، القضاء في طبعا هذه تقصير هي من جريمه من ناحيه الطب. هي اولا انا بالامس سميتها فصلين من او فصلان من هذه الحياه اللي انتهى اليها، الحياه الابديه اللي انتهى لها الاخ والكابتن حيدر عبد الرزاق. الاولى اللي تتعلق بالقضية الجنائية، هناك جريمة وهناك مجموعة من عتاة المجرمين استخدموا الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء في القضاء على حياة إنسان، هذا يحتاج للقضاء أن يفصل فيه وأن يقدم لكل محب للكابتن حيدر عبد الرزاق عن الأسباب اللي دفعت هذه العصابة المجرمة لأن تعتدي وتغدر بالكابتن حيدر عبد الرزاق. ومن ثم الفصل الثاني، الفصل المأساوي الثاني اللي أستطيع أن أسميه، هو تواجده في المستشفى يعني لمدة 5 أيام، وإحنا نعرف إصابات الرأس والإصابات البليغة تحتاج عناية دقيقة وفائقة وتحتاج تمام. مراقبة على مدى 24 ساعة. يعني ما سمعناه من أنه تعرض إلى هبوط في الضغط أو ارتفاع في الضغط ومن ثم انخفاض نسبة الأكسجين في الدم، كل هذه الأشياء طبعا كانت تحتاج إلى أجهزة طبية حديثة، تحتاج إلى عناية طبية دقيقة حتى تنقذ حياة الأبرياء. فما بالك اليوم والعشرات والمئات من المواطنين والأبرياء اللي يمكن تنتهي حياتهم على هذه الشاكلة بسبب تراجع الوضع الصحي، بسبب تخلف الأجهزة الطبية التي تعنى بالإنسان وبصحته وبحياته. تمام، أبقى وياك. أيضا أرحب بأستاذ رياض هادي، حياك الله أستاذ رياض، وأريد تحدثني كيف تلقيت خبر وفاة حيدر عبد الرزاق، وإحنا شاهدنا وفد المنتخب امتعض، قرأ صورة الفاتحة، طالب بارتداء الإشارات السوداء، وراح ترتدون الإشارات السوداء بالمباراة. ممكن يحدثني جنابك؟ تحية لك مرة أخي نبيل، ونعزي الوسط الرياضي الوسط الكروي بشكل خاص، ونعزي عائلة النجم الكبير الراحل الكابتن حيدر عبد الرزاق. يعني حقيقة نبيل أنا بالي يوم والدة، لأن والدة تربطنا به علاقة طيبة، وهو زميل منا السيد الرزاق الحسيني، وهو يمر بحالة صحية يعني ليست جيدة، أتمنى له الصبر، ونتمنى للفقيد الصديق الأخ حيدر عبد الرزاق اللهم يتغمد الجنة ويرحم روحه الطاهرة. طبعا أكيد يعني أقل واجب قدمه بعثة الوفد المنتخب الأولمبي في تمرين أمس قرأت سورة الفاتحة على روح الراحل حيدر عبد الرزاق، وخاطب الاتحاد العراقي لكرة القدم، خاطب الاتحاد الآسيوي، وصلنا على موافقة بارتداء الشارة السوداء على يعني
ايدي اللاعبين وقرات سوره الفاتحه كذلك الوفد بهذا على واحده من تمنيلات المنتخب الوطني. وايضا نبهنا على اللاعبين انه الاحتفال في حال تحقيق هدف ان شاء الله سيكون وقرات سوره الفاتحه واهداها الى روح الراحل حيدر الرزاق. ثم وجه الكابتن الحبيبي ان يكون فوز يوم ان شاء الله واهداء الى روح القاهره ان شاء الله. ان شاء الله. اريد انه نتحدث ب شويه عن المنتخب الاولمبي استاذ رياض، حدثني عن وضع المنتخب الاولمبي، عن استعداداته لهي المباراه، اكو اصابات ماكو، كيف تنظرون للاعب اللي المباراه الاخيره اللي مشارك بسبب الاصابه، ممكن تحدثونه؟ اخ نبيل يعني يا ريت تعلي صوتك لان صوتك يعني بالنسبه لي مو واضح جدا، يعني هنا شوي النت في الثاني يبدو انه ضعيف. تمام، اريدك يعني تحدثني عن استعداداتكم المباراه يوم غد، المنتخب الوطني، اللاعبين، المدرب، اليوم اكو اصابات، اللاعبين جميعهم على جاهزيه تامه، هذا اللي يريد يعرفه الجمهور اليوم، لان تعرف كل واحد يتحدث شكل. طبعا الكل يعلم أهمية مباراة يوم غد أمام المنتخب الكويتي، هي فعلا مباراة لا سمح الله من البطولة. قدم الكادر التدريبي بقيادة المدرب سوكوبا بمعية الكباتن عباس عبيد وسعد حافظ وحتى مساعدين الكابتن سوكوبا، تحياتنا لهم. أكيد وضعوا التكتيك المناسب لهكذا مباراة، لاعبين أغلبيتهم يحونه ويقدرون قيمة مباراة يوم غد لأنها هي القارب النجاة إلى التأهل حقيقة، وإن شاء الله العدة معدة إلى هذه المباراة بخطة من قبل الكادر التدريبي بالمعنويات المرتفعة للاعبي منتخبنا الأولمبي للهدف. يعني كان من المؤمل أن يشترك يعني أهم عنصر في التشكيلة هو اللاعب المحترف ألت، لكن الإصابة ربما ستعيبه عن الشوط الأول أو أكثر من 70 دقيقة لأن اللاعب غير جاهز بسبب إصابته. أيضا كان الكادر الطبي يعني لا زال غير جاهز أستاذ رياض، اللاعب لا زال غير جاهز، اللاعب أمين الحموي يعني أيضا تعرض إلى إصابة في عضلة الضامة لكن لحد هذه اللحظة لم يجهز بسبب تفاقم الإصابة عليه. عموما البركة بالموجودين، المنتخب الأولمبي يضم مجموعة من المواهب الحقيقة الواعدة اللي ممكن أن تمثل المنتخب الوطني في أقرب وقت، ممكن معولين على خط دفاع يقوده اللاعب محمد باقر وخط وسط يتميز بالسرعة منتظر، ومعولين على وقاع وأيضا بقية اللاعبين منتظر عبد الأمير، حسن عبد الكريم واحد من المواهب وركيزة مهمة من ركائز المنتخب الأولمبي، بالإضافة إلى وجود الحارس الموهوب حسن احمد بمعيه بقيه اللاعبين. ان شاء الله اعتقد يعني نتيجه يوم غد ستكون ان شاء الله لصالح المنتخب الاولمبي ان شاء الله. كابتن استاذ حسن، كيف شاهدت دور واداء المنتخب الاولمبي؟ البعض غير راضي على اداء المنتخب الاولمبي، يقول لك المدرب اخذ فرصه، المدرب صار له فتره متواجد، اختياره للاعبين. أنت كحسن عيال كيف تنظر؟ يعني بداية دعواتنا للمنتخب الأولمبي يوم غد في المباراة المهمة الأخيرة إلى في دور المجموعات أمام المنتخب الكويتي، نتمنى أن يتجاوز المنتخب هذه المباراة ويتأهل إلى الدور اللاحق من هذه البطولة المهمة للمنتخب ونتائجه ومسيرته. حقيقة أنا تحدثت في مناسبة سابقة عن المنتخب الأولمبي وأهمية تواجد هذه المجموعة من اللاعبين، وكما أشار الزميل الصحفي خالد هادي بالفعل يعني سنشاهد هذا المنتخب الأولمبي أو سنشاهد هذه المجموعة اليوم التي تمثل المنتخب الأولمبي كثيرا خلال الاستحقاقات القادمة، لأنه بعد إخفاقة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم وعزم الاتحاد والمنظومة اللي تقود كرة القدم في العراق إلى حالة التجديد وحالة الإصلاح وضخ دماء جديدة للمنتخب،
الوطني، فأعتقد بأنه أفضل طريقة وأفضل فرصة الآن أمام هؤلاء اللاعبين اللي حقيقة مجموعة كبيرة منهم، مجموعة واعدة تضم بين صفوفها يعني بعض المواهب المهمة. ويعني أيضا كما أسلفت بأن هذه المجموعة ليست أمامها خيارات كثيرة، يعني أعتقد بأن الفرصة التاريخية أمام هذه المجموعة مهمة جدا للإمساك بهذه الفرصة والبقاء لأطول فترة ممكنة للتمثيل الدولي. هذا الفريق وهذه المجموعة مع عدد بسيط من لاعبي المنتخب الوطني، إذا ما فعلا يعني صح كلام الاتحاد بأنه تم حله، فستنتقل مجموعة بسيطة أو صغيرة من المنتخب الوطني اللي شارك في تصفيات كأس العالم إلى هذه المجموعة. هاي المجموعة برأيك جيدة يعني؟ بغض النظر إن كانت جيدة أو غير جيدة، أنا أقول أن هذه الخيارات ليست هناك خيارات أخرى، قد نختلف قد نقترب بأنه يعني لاعبين أو ثلاثة في مفكرتك في مفكرتي في مفكرة الآخرين أن ينضمون للمنتخب، إلا أن السواد الأعظم الجل الأكبر من هذه المجموعة هي تستحق تمثيل المنتخب الأولمبي وتستحق أن تستمر فترات أخرى، لأنه لا توجد لعد. ليش كلام كثير ظهر بالمباراتين الأخيرة؟ طبعا أكو إشكال على الأداء. الأداء الآن كل الجمهور وكل الإعلام الرياضي تواق إلى أن يرى أداء أعلى. طبعا هذا يحتاج إلى تراكم خبرات ويحتاج إلى تراكم عدد المباريات الدولية لكي يصل اللاعب إلى درجة النضج في التمثيل الدولي، وهؤلاء اللاعبين وأعمارهم تسمح بتطور قابلياتهم وقدراتهم إذا ما يعني تم الاعتناء بهم، تم الدعم النفسي والمعنوي والإعلامي لهذه المجموعة. أنا أقول بأن هذا المنتخب يقول يعني أنه هاي الأعمار ممكن إذا تأهلنا ما تسمح بهم يلعبون، ما يسمح بهم يلعبون للمنتخب الأولمبي، لكن هذه المجموعة جلها سيشارك في بطولة الخليج القادمة، وجلها سيشارك في بطولة آسيا القادمة، وجلهم سيشاركون في تصفيات الكأس العالم القادمة. نعم لا توجد خيارات أخرى مع عدد من اللاعبين المحترفين اللي حالة الظروف دون انضمامهم، زيدان إقبال، علي الحمادي، عدد آخر من اللاعبين مع هذه التوليفة، أعتقد هي الخيارات الأخيرة للكرة العراقية، وهي الخيارات الأخيرة لآمال الجمهور وآمال الإعلام الرياضي بأن نرى منتخب عراقي قادر على أن تتسع آماننا وتتسع دائرة تفاؤلنا بهم لكي يصلون إلى نهائيات كأس العالم القادمة بعد قطر، لأن هناك قضية مهمة جدا. كأس العالم 26 سيرتفع عدد مقاعد المنتخبات المتأهلة إلى 48 منتخبا، يعني فرصة كبيرة أمام هؤلاء اللاعبين تتأهل. طبعا لأنه ستزيد مقاعد آسيا كما زادت مقاعد أفريقيا من 6 إلى 9 أو من 5 إلى 9، وزادت مقاعد أوروبا ستزيد مقاعد آسيا. تمام. بالتالي فرصة، وأنا ذكرتها وأعيدها وأكررها، فرصة تاريخية لا تعوض أمام هذه المجموعة من اللاعبين للمسك بزمام المبادرة ومسك زمام السيطرة على التمثيل الدولي طيلة السنوات القادمة. تمام. أستاذ رياض تتفق مع كلام الأستاذ حسن أنه هاي المجموعة هي المجموعة الأفضل، هاي المجموعة هي المجموعة اللي ممكن من خلالهم نستقطب للمنتخب الوطني بإضافة البعض بعد حل المنتخب الوطني؟ يعني ما فهمت السؤال بشكل واضح. أقول لك تتفق مع كلام الكابتن حسن عيال؟ تتفق مع طرح الكابتن حسن عيال انه هاي المجموعه هي افضل مجموعه وممكن تستغل الفرصه بتحقيق نتائج، وهم ممكن راح يمثلون المنتخب الوطني لان ما عندنا غيرهم لاعبين امكانيات جيده طاقات شبابيه؟ تتفق انت بهذا الطرح؟ يعني اللي فهمته انه قصدك مجموعه اللاعبين تستحق تمثل المنتخب الوطني. بالتاكيد يعني المنتخب الاولمبي لما يضم من مواهب هو نواة المنتخب الوطني حقيقة. الدليل أنه المنتخب الأول استعان بأكثر من لاعب يلعب ضمن المنتخب الأولمبي، بالإضافة إلى وجود أكثر من موهبة ممكن أن تلعب مع المنتخب الوطني إن شاء الله في الاستحقاقات
المقبلة في كل المنتخبات الأولمبية في كل دول العالم، أكيد يكون المنتخب الأولمبي هو اللبنة الأساسية لبناء المنتخب الوطني، خصوصا انه هذه المجموعة من اللاعبين لعبوا اكثر من مباراة تجريبية وشاركوا في اكثر من بطولة، بالتالي اعدادهم ان يكونوا لاعبين الوطني يعني مثالي جدا. عندنا مواهب، يعني نتكلم عن وكاع رمضان، نتكلم عن حسن عبد الكريم، نتكلم عن منتظر محمد، ونتكلم عن منتظر عبد الأمير، حتى محمد الباقر واحد من المواهب في خط الدفاع، أسماء كثيرة حقيقة حتى على مستوى المحترفين الأربعة المتواجدين هم يعني يستطيعون إن شاء الله بالمستقبل قريبا يكونوا لاعبين من صفوف المنتخب الوطني. أستاذ رياض، شلون شاهد الدور الإعلام؟ أنتوا اليوم هناك، كيف شاهدتوا دور الإعلام بمشاركة المنتخب الأولمبي؟ يعني ما فهم الدور الإعلام حضرتك تقصد؟ كيف شاهدتوا دور الإعلام بمشاركة المنتخب الأولمبي الحالية؟ شلون كان دور الإعلام؟ يعني مؤسف جدا، ما راح أتكلم به يمكن يزعل البعض من أخوة الزملاء، يعني مؤسف جدا أنه أكو كم منبر إعلامي يبدو أنه يعني يحاول أن يجعل من خلافات الشخصية مع شخص في اتحاد كرة القدم يصبها ويعني يلقي بظلالها على مستوى وتأثير الإعلام على اللاعبين وعلى الكادر التدريبي منذ أن بدأت البطولة حتى قبل أن تبدأ البطولة، وهنالك يعني إعلام موجه البعض من المنابر الإعلامية اللي معروفة عند الجمهور بدأ يتصيد في الماء العكر وبدأ يعني كثير أكثر حالة هي طبيعية لكن يتصورها ويعمق هذه الحالة البسيطة ويضعها في خانة سلبيات. يعني لا خلصنا من دريسات ليش صفرة وتشبه دريسات نفط، أنه يعني لاعب محترف مصاب يقول لك أنا مصاب، والتشخيص الطبي الرنين والأشعة وجود طبيب المنتخب يقول لك مصاب ما يقدر يلعب، قالوا المدربين وما دا يلعبوهم، هو نفس اللاعب المحترف أنا ما أحب أسميه محترف، لاعب عراقي محترف خارج العراق نفسه يؤكد للكادر الطبي إنه لا يستطيع اللعب بسبب إصابة وألم في منطقة ما من جسمه، طلع الكادر التدريبي والإداري يحارب المغتربين، صاروا عندنا ناس بحياة شورت الناس بدوا ينظرون فنيا ويقترحون على الكادر التدريبي المن ينزل والمن يخرج من الملعب، واكو ناس يعني اشكلت على فرحة المدير الإداري عندما قفز من المصطفى وحقق العراق الهدف التعادل على الترابية، يعني حتى هذه الحالة صورة انتقلت لمدير الإداري الكابتن مهدي كريم وهو يحان تحقيق الهدف التعادل اعتبروا يوجه اللاعبين واعتبروا يتدخل بالكادر التدريبي، اعتبروا وجود غانم عقيد وهو واحد من قاب قدم عوف انه هو اخو الاتحاد ولا مش فريق الاولمبي، لكن من ينكر تاريخ غانم عريبي كلاعب اشكله وحتى على تواجده بدكه البدلاء او بالمنطقه الفنيه وهو ما سمح به الاتحاد الاسيوي، هل من الممكن ان نخالف تعليمات الاتحاد الاسيوي ويكون جلوس الكابتن غانم عريبي مخالف لانظمه وقوانين الاتحاد وتعليمات؟ تمام استاذ رياض، هنالك بعض من الشخصيات الإعلامية حاولت أن تقف يعني حقيقة أن تضع العصا في عجلة مشاركة المنتخب الأولمبي وقاموا يختلقون أشياء هي ما موجودة، احنا ضمن البعثة وضمن الوفد وفندق واحد مثل شنو الشغلات اللي ما موجودة ويخلقوها مثل شنو رياض؟ مثل شنو الشيء اللي ما موجود وخلقوه لكم؟ نعم، شنو الشغلات الما موجودة وخلقوها لكم؟ وأنا دا أقول لك استكثر وصارت مادة دسمة تواجد الكابتن غانم عريب الكابتن مهدي كريم في دكة البدلاء وفي منطقة فنية، صار إشكال ليش المنتخب لابس دريس يشبه دريس نفط ميسان، بالله هذا نقيت أقول لك أنا وبدون كلمة أنا الفضل لله سبحانه وتعالى، أنا مؤسس مدرسة النقد في الإعلام الرياضي وبشهادة أغلب المنصفين،
بس ما انتقدنا بهالطريقة اللي تعتبر انتقاص وتعتبر شخصنة وتعتبر انعكاسات لخلافات شخصية مع من يقود كرة القدم العراق. تمام استاذ حسن، بالفعل وصلنا احنا لهاي المرحلة اليوم انه المنتخب الوطني او المنتخب الاولمبي. استاذ رياض ثواني، فعلا اليوم ندور انه خسارة او اي خطأ حتى نظهر او البعض يظهر لينتقد المنتخب الاولمبي او المنتخب الوطني؟ يعني حقيقة للنقد اسس، يعني يجب ان الصحافي او الاعلامي عندما ينتقد يعني يستند الى اسس النقد، خصوصا يعني للمنتخبات الوطنية وخلال مشاركاتها الفعلية. انا اعتقد بدخول المنتخب الاولمبي مسار البطولة والمباريات يصبح هناك يمكن ان يؤثر، واما اللاعبين والاجهزة الادارية او الفنية حقيقة في تواصل مستمر مع هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي ومع الأهل ومع الأقارب، بالتالي يكونون على اطلاع كامل مع ردات الفعل اللي تحصل في الشارع أو من قبل الإعلام، وهذا يؤثر نفسيا ومعنويا. عندنا خلافات، عندنا آراء، عندنا ملاحظات، أنا أقول كل هذا يرحل إلى ما بعد انتهاء المباريات والمنافسات، ويمكن أن تكون هناك جلسة صريحة، يمكن أن تفتح البرامج على مصراعيها، نستمع إلى نقد بناء، إلى أجهزة أو إلى ناس مهنيين أو فنيين يقيمون رحلة المنتخب، يقيمون أداء المنتخب، يقيمون أداء اللاعبين، لكن في خضم المنافسات أنا أعتقد أمر غير مبرر، غير مبرر ولا يجوز وليس بذي فائدة. يعني أنت عندما تنتقد وتجرح باللاعبين أثناء المباريات ما راح يعود بالفائدة لا على المنتخب ولا لشخصك أنت اللي توجه النقد، لأنه ما ممكن هناك معالجات تكون آنية أثناء المباريات. صح. فأعتقد الكل كل هذه الملفات يجب أن ترحل إلى ما بعد انتهاء المباراة. لكن عندي ملاحظة، تعرف اليوم الشارع كل ميال إلى أو رغبته مياله إلى أن تشاهد اللاعبين المحترفين يخوضون تجربة المباريات الرسمية. والمنتخب الأولمبي اليوم ينضوي تحت لواء عدد لا بأس به من هؤلاء اللاعبين المحترفين، غيابهم قد يجعل الأسئلة تتكرر عن أسباب هذا الغياب وليش، خصوصا وأن الفترة السابقة والماضية أيضا شهدت غياب عدد من اللاعبين المحترفين أمام المنتخب الوطني مع المنتخب الوطني أو سواه. وظهور الطبيب المنتخب الأولمبي الدكتور بدران وصرح تصريح بأنه لا توجد إصابات في صفوف المنتخب الأولمبي، وذلك كان عشية لقاء مباراتنا أمام المنتخب الأسترالي أو المباراة الأولى، عشية المباراة الأولى، لكن تفاجئنا بعد المباراة الأولى بأن ظهرت تصريحات من الملاك الفني بأن غياب بعض اللاعبين عن التشكيلة الرئيسية كان بسبب الإصابة. تمام رياض، بالفعل اليوم المدرب يعني بصراحة مو محلي، غياب يعني تواجد اللاعبين المغتربين شنو السبب؟ وانت قريب عليهم اليوم، كيف تشاهد مستويات اللاعب المغترب؟ المحترف او المحترف؟ نعم. يسمعني رياض؟ نبيل ما سمعت السؤال؟ أقول لك اليوم كيف الشاهد أداء اللاعب المحترف، وأنت قريب على هؤلاء اللاعبين، وليش ما جاي نشاهد زجهم بالمباريات الرسمية والبطولات؟ ممكن هذا اللي يخلي جمهورنا بعض الإعلاميين يمتعضون من هالموضوع. أدا أسمعك نبيل، الصوت مو واضح جدا وصوتك ناصي، الصوت واطي. تمام راح أعيد لك السؤال، أنه اليوم أنت قريب على اللاعبين المحترفين، اللاعبين المحترفين الأغلب ينتظر أنه يشاركون بالمباريات بالبطولات بالمباريات الرسمية،
ليش ما جاي نشاهدهم اليوم تواجدهم بالمباريات كلاعبين محترفين؟ ممكن هذا اللي يخلي الإعلام الجمهور نوعا ما يشكل على المدرب والمنتخب الأولمبي. يعني أعتقد بعد تسني يقولون يحاربون المحترفين اللاعبين لأسباب شخصية، نوربا يقولون لأن ما عندهم واسطة، هذا كلام مو منطقي. نبيل ويمكن يسمعني أخويا حسن، ما يطرح بالإعلام 90% من الخيال حقيقة، مو الإعلام الوسطي، الإعلام المهني، الإعلام الأكاديمي. يعني خلي بين قوسين، مو كل من قاعد ورا الكيبورد وقال أنا إعلامي يقعد يصفط حكي على الفنيين ويقعد ينظر براس من أثنى عمره في مجال كرة القدم. اللاعب المحترف محط تقدير واحترام في أي منتخب، وإذا يكون يشكل علامة فارقة يكون ورقة رابحة من مصلحة الكادر التدريبي إشراكي. لاعبين محترفين يلعبون باللعبة الأولى أساسيين، نتكلم عن ميرخاس، نتكلم عن أليكس اللي انصاب بعد مباراة الأردن، نتكلم عن هيران. لكن أمين الحموي اشتكى من إصابة في عضلة الضامة، عضلة الضامة لا يمكن يطلعون اللي ما يفهم في مجال كرة القدم ولا الطب يقعد ينظر براسه. عضلة الضامة إصابتها في عملية استشفائها تصير طويلة. الرجل يعني بشكل شخصي حكيت بيمين يتمنى اللعب اليوم قبل بكرة، لكن الألم اللي يشعر به والإصابة تمنعه حتى من التمرين. بالتالي يعني الكادر التدريبي كان يعول أن يشفى ويتم زجه مع المعرة في مباراة الكورة. نجي على أليكس، أليكس انصاب في مباراة الأردن بعد أن قدم مستوى كبير ورائع وكان واحد من العلامات البارزة في المنتخب، انصاب في مباراة الأردن وأيضا استشفاء يطول ولا يستطيع أن يلعب أساسي، ممكن يلعب آخر 30 دقيقة آخر ربع ساعة بقناعة المدرب. يعني انشنت حملة في الفيسبوك والمواقع اللي وهمية نصف وهمية الله يشهد، محاربة للفريق للاعب المحترف ومحاربة للمحترف. أكو أشياء انطرحت بالإعلام يعني ما ردينا، قلنا نرد بالنتائج إن شاء الله، يعني بعد مباراة الكويت وبعد التأهل. نفس اللي يذمون المنتخب الأولمبي راح يطلعون يقدمون المديح والثناء ويقدمون التهاني ويؤكدون المستوى عالي ومستوى كبير قدم المنتخب. خلينا نستعجل، تعادلنا مع منتخبين بالمناسبة، المنتخب الأردني والمنتخب الأسترالي من الفرق المرشحة لنيل لقب بطولة آسيا. العفو آسيا، هل تعلم ذلك؟ يعني أقوى فرق المجموعات هي ثلاثة فرق، أوزبكستان، الأردن وأستراليا. الآن من تتعادل مع الأردن بمستوى لا بأس به وتتعادل مع أستراليا بمستوى جيد أشهدوا به كل المعنيين، أعتقد هاي قضية يعني تمام. أنا جدا أشكرك أستاذ رياض هادي، لكن الوقت يداهمنا ونتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني. كابتن حسن، رسالتك الأخيرة وتوقعاتك لمباراة منتخبنا وراح نتأهل. يعني بعد مباراتي الأردن وأستراليا حقيقة المنتخب لم يظهر كامل قدراته الفنية، يعني على صعيد الأداء الفني للاعبين أو على صعيد المجموعة. حقيقة شاهدنا أداء فردي من عدد من اللاعبين بمستوى يعني مرضي جدا، يعني خصوصا حسن عبد الكريم اللي كان أحد نجوم هذه البطولة أو نجوم الدور الأول، في مباراتين قدم مستوى رائع، حقق لنا هدفي التعادل في المباراتين. أيضا بعض الوجوه الواعدة الأخرى أدت ما عليها، لكن كمجموعة وكأداء عام وتقييم عام للمنتخب حقيقة لم يظهر الصورة اللي كنا نأملها، لم يظهر كامل إمكانياته، يعني لا الهوية اللي كنا نبحث عنها أو اللي كنا ننتظرها من المنتخب الأولمبي بعد مشاركته في بطولتين وديتين وخاض عدد من المباريات الودية. من المفترض أن يكون وصل إلى حالة الانسجام، وسيسو كوب مدرب المنتخب أيضا من المفروض أنه وصل إلى قناعات تامة بأماكن اللاعبين
يعني قدراتهم الفنية والبدنية، وأيضا يعني وصل بقناعة تامة إلى التشكيل الأساسي اللي يشترك به في هذه البطولة وفي هذه المباريات. تمام. يعني أمام الجميع الآن، خصوصا تنتظرنا مباراة الغد أمام المنتخب الكويتي، لا خيار غير الفوز، يعني فقط الفوز هو اللي أهلنا إلى الدور الثاني. وحقيقة يعني الفشل أو عدم التأهل أعتقد يعني سيصيب المنتخب بإحباط شديد، والكادر التدريبي والمعنيين في اتحاد كرة القدم أو الجمهور، لأن هذا المنتخب شرع الجميع بالتفاؤل لأجل أن يصل إلى الدور التالي، خصوصا أن المجموعة ليست بتلك المجموعة القوية. طبعا. يعني الأردن والكويت ليس بتلك القوة اللي أن تضاهي قوة المنتخب الأولمبي ومجموعة اللاعبين وقدراتهم. عندك تفاؤل كبير بهاي اللاعبين أستاذ حسن؟ يعني بالتأكيد لازم نتفائل. ما أنا مرة أخرى أعود وأقول وأكرر بأنه ما عندنا خيارات أخرى يا أخي يا عزيزي، ما عندنا خيارات أخرى على مستوى اللاعبين المحليين واللاعبين المحترفين. يعني الآن مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين منضوية تحت لواء هذا المنتخب، واللاعبين المحليين أفضل اللاعبين اليوم تواجدوا مع هذا المنتخب، مع مجموعة اللاعبين الغائبين أعتقد يمكن أن يشكلون نسيج مهم لنواة منتخب يذهب بعيدا من خلال مشاركات القادمة. تمام. وأيضا ما يمكن أن يتحقق له. مخرجنا موجودة مادة اتحاد الجودة لو خلص الوقت. تمام. رسالة بصراحة من نادي الخضر يقول يا ريت تتابعون قضية نادي الخضر، وهي لاعب نادي سكرة نيسان محروم ونزل أساسي ضد نادي الخضر بس مزور اسمه ومغير رقمه، قدمنا اعتراض وكسبنا الاعتراض بس اللجنة ما طبقت القانون الصحيح اللي نص على أنه الفريق يعتبر خاسر بنتيجة 3-0 لضغوط سياسية، واكتفوا بمعاقبة اللاعب والمدرب وتغريم النادي. زين كابتن، نريد نعرف نادي الخضر شنو اللي استفاده من هاي العقوبة، وليش هالتعريب بالقوانين الرياضية؟ هو هذا الإصلاح اللي جاي نبحث عنه برياضتنا؟ والله بصراحة يعني لجنة الانضباط و لجنة المسابقات كثير أمور راح نفتحها بالأيام القادمة، لأن الظاهر الكلام مدى يفيد، راح نتحدث بقوة وبدلائل نتحدث. أنا جدا أشكرك وشكرا لتلبية الدعوة وتواجدك. مشاهدينا الكرام، شكر موصول للأخوة بالكنترول، المخرج ومن معه أخوة خلف الكواليس المراسل محسن أحمد اللي انضم لبرنامجنا، نتمنى له التوفيق، وانتظرونا يوم غد بحلقة جديدة إن شاء الله للقاء.